बस इतना पेश करो, हमने तो आपका लगा दिया था। عالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ نلتمس من الاستاذ البروفیسور محمد مصطفی شریف ان يتفضل الى المنصة۔ لذلك التمس الأستاذ الدكتورة ثمينة تعبش فلتتفضلي إلى المنصة، وكذلك التمس من الأستاذ الدكتور جافد نديم والدكتور سيد علي مشرف الجايسي، قبل بداية فعاليات هذه الدورة ألتمس من الأستاذ الشيخ سيد جهانجير فليتفضل ويقدم أنشودة عربية أو قصيدة عربية، فليتفضل مشكورا. لكل الإخوة والسادة والزملاء بالأحضان، وأتشرف بتقديم قصيدة تقديرا وتكريما لجامعة مولانا أزاد الأردية الوطنية والقائمين بها والقائمين باللغة العربية وآدابها. حمد الإله المنعم أزادنا، حمد الإله المنعم أزادنا، وصلاته قد شعشعت أزادنا، وصلاته قد شعشعت أزادنا، صرح الصروح الشامخ أزادنا، صرح الصروح الشامخ أزادنا، مهد العلوم النافع أزادنا، مهد العلوم النافع أزادنا، جو لطيف ناعم بنسائمه. ربما منذ أمس كلنا يعني نترشق بهواء عليل وتيارات الهواء العليلة، فهذا إشارة إلى هذا. فجو لطيف ناعم بنسائمه، من كل صوب تنعش أزادنا، من كل صوب تنعش أزادنا. في هاتين البيتين هناك إشارة إلى حادثة تاريخية ربما الجيل الجديد ليست على علم جم بهذه الحادثة، خاصة الحيدراباديون قد نعوا وتحسروا على ضياع الجامعة العثمانية التي كانت تدرس فيها كل العلوم باللغة الأردية، فهذه نسبة إلى هذا. قد عُوِّضت عثمانية من ربنا، قد عُوِّضت عثمانية من ربنا، أردو هي ترعى لنا أزادنا، أردو هي ترعى لنا أزادنا.
فنضال شعب مضهد تتحقق فنضال شعب مضهد تتحقق عثمانيا بروحها آزادنا عثمانيا بروحها آزادنا فنضال شعب مضهد تتحقق عثمانيا بروحها آزادنا من حسن الحظ يعني فضيلة الأستاذ البروفيسور مصطفى شريف رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ومدير دائرة المعارف العثمانية يرأس هذه الجلسة فإنه يعرف هذا الموضوع جيدا ومن ثم فثقافة تتجسد بقشيبها فثقافة تتجسد بقشيبها وحضارة ترنو لها آزادنا وحضارة ترنو لها آزادنا ربما أنا كحيدر آبادي لما زرت هذه المدينة لأول مرة بهذا الشكل الشامل انبهرت وافتكرت بأن جوهرتنا المفقودة في زي العثمانية قد أعيدت إلينا مرة أخرى فنحمد الله عليه فثقافة تتجدد بقشيبها وحضارة ترنو لها آزادنا وبراعم تتفتح بحماسها هذه إشارة إلى الجيل الجديد بقسم العربية في جامعة مولانا آزاد وفي الجامعات الأخرى الذين يتحمسون بحماس شديد لإجادة وإتقان العربية وبراعم تتفتح بحماسها فغد زها بحضانة آزادنا فغد زها بحضانة آزادنا الندوة بحفاوة عن أمنا الندوة بحفاوة عن أمنا قد جددت ذا الإنتمى آزادنا قد جددت ذا الإنتمى آزادنا وأنا أشير إلى هذه النقطة خاصة أنا أشكر الأستاذ عمر فضيلة الشيخ عمر عابدين نجل الشيخ محمد خالد سيف الله الرحماني بأنه كان أحضر بعد هذه الظهيرة يعني اللابتوب المحمول الذي كان يحتوي على كل هذه المعلومات عن أصل اللغة العربية فمن يريد أن يتزود بهذه المعلومات فهو ربما هو موجود إن شاء الله تستطيعون أن تتزودوا بهذا وتزيل كل الإبهامات وكل الشكوك من الريب عن اللغة العربية وأصلها وما كان حصل منذ سيدنا آدم عليه السلام الندوة بحفاوة عن أمنا قد جددت ذا الإنتمى آزادنا ينمو بها أبناؤها لا غيرها ينمو بها أبناؤها لا غيرها فرسالة تتذكر آزادنا فرسالة تتذكر آزادنا كشمير دلهي كلكتا لكنوهيا كشمير دلهي كلكتا لكنوهيا شناي شينا بو أنا أخفف هذه لوزن الشعر أخفف هذه الكلمة شيناي جعلتها شينا وبهوبال جعلتها حتى لا يزال أستاذنا الكبير الحسان خان ربما فبهوبال جعلتها بهوبا شينا بهوبا كرمت آزادنا شينا بهوبا كرمت آزادنا عبد المعز من عزز بزملائه عبد المعز نعم يستحق كل تكريم وتقدير من الطلبة ومن جميع الأساتذة المشاركين في هذه الندوة وخاصة بالأسلوب الرشيق الخفيف الذي بها أدار هذه الندوة مع زملائه الكبار كأنهم كانوا جسدا أجسادا وروحا واحدا فهذا الشيء أجسادا ف عبد المعز من عزز بزملائه أوصال خير مخلصا بالضادنا أوصال خير مخلصا بالضادنا تابش نديم جائس أقرانه تابش نديم جائس أقرانه تابش نديم جائس أقرانه كلهم تنمو بهم آزادنا كلهم تنمو بهم آزادنا وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا الأستاذ البروفيسور السيد جهانغير لتقديم قصيدته الرائعة نحن الحمد لله تمتعنا كثيرا بلهجته وبقصيدته الرائعة نحن استمعنا منذ البارحة مقالات كثيرة مليئة
بالمعلومات والتجارب من قبل الأساتذة الكبار ومهتمين باللغة العربية والمعنيين بها في هذه الندوة القومية حول تدريس اللغة العربية في الهند مناهجه وإمكانيات تطوره. الآن أوجه الدعوة إلى الدكتورة ثمينة تابش لتقديم تقرير هذه الندوة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور مصطفى شريف ومنسق الجلسة الدكتور عبد القدوس وسيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم هذا التقرير الوجيز. عقد القسم العربي بجامعة مولانا آزاد الوطنية الأردية ندوة وطنية بعنوان تدريس اللغة العربية في الهند مناهجه وإمكانيات تطوره، Teaching Arabic in India, Curricula and Scope for Promotion. خلال الفترة 2021 من شهر فبراير، واستغرقت فعاليات هذه الندوة يومين كاملين، وأثناء هذه الفترة تم إلقاء أكثر من 45 مقالة من قبل المشاركين في هذه الندوة. وشارك في هذه الندوة المشاركون من الجامعات الهندية المختلفة، ومنها الجامعة الملية الإسلامية بدلهي وجامعة دلهي جامعة جواهرلال نهرو. كلمة الترحيب التي ألقاها الأستاذ الدكتور رئيس القسم العربي عبد المعز حفظه الله، أستاذ الدكتور زبير أحمد الفاروقي رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الملية الإسلامية سابقا، ممتاز الشامل حول هذا الموضوع، وأشار فيه بوجه خاص إلى دراسة خاصة شاملة والاستمرار في عقد الندوات المماثلة في المستقبل عن اللغة الأم في عملية التعليم والتعلم. أيضا أشار إلى أننا حققنا النجاح في كمية التعليم، ولكننا أشار مدير الجامعة البروفيسور محمد ميا في كلمته إلى أن هناك ضرورة احتفال اليوم العربي. أيضا أشار إلى تسمية القسم العربي باسم قسم اللغة العربية والثقافة العربية وتفعيل المقترحات والمشاريع المقترحة من القسم العربي. وبارك مدير الجامعة المشاركين في هذه الندوة والقسم العربي. رودي سعادة الدكتور علي الشهري أعرب عن إعجابه وتقديره للجامعة والأساتذة الكرام فيها ومدير الجامعة المحترم، ووعد مساعدات ثقافية بين الجامعة والمملكة العربية السعودية، إهداء كتب علمية ولغوية للجامعة، دعم الفعاليات الثقافية والمشاركة فيها. وانتهت التي قدمها الأستاذ الدكتور جاويد نديم الندوي. ثم تتابعت بعده الجلسات. أما في الجلسة الأكاديمية الأولى، قال الأستاذ الدكتور شفيق أحمد خان الندوي إننا نحتاج اليوم إلى تدريس اللغة العربية لأن المنهج هو خالق الأجيال وصانع الأجيال. ومقالة قيمة أخرى في الجلسة الأولى كانت للأستاذ الدكتور سيد جهانغير، وكان عنوانها تجربة جامعة الحرمين الشريفين الإسلامية العرب اللغوية. والدكتور سيد راشد نسيم الندوي أشار بوجه خاص إلى المقررات الدراسية وقاله إنه لابد من أن تتضمن هذه المقررات على النمو المنسجم لجميع مهارات التلميذ من الاستماع والقراءة رائعة في الجلسات كلها. لا يمكن لي أن أشير إلى جميع هذه البحوث لضيق الوقت، ولكن هناك نقاط خاصة استخرجنا من هذه البحوث، ومنها استخدام الوسائل للهج تدريس النصوص الأدبية في الأقسام العربية في الجامعات الهندية، وأكد على أن حفظ النصوص لازم لأن المقدرة اللغوية والأدبية تزداد به. ومن الجدير بالذكر أن هناك كانت الجلسات المتوازية أيضا
في كلية المعلمين أكاديميك ستاف كوليج للباحثين من الجامعات المختلفة، وشارك الباحثون في هذه الجلسات وقدموا بحوثهم القيمة حول العناوين المختلفة، وأهمها استخدام الوسائط المتعددة والوسائل الجديدة الحديثة في تدريس اللغة العربية ومواصفات المدرس الجيد للغة العربية. فهذا ملخص التقرير وملخص الندوة إليكم، وأشكركم على حضوركم في هذه الندوة ومشاركتكم الفعالة في هذه الندوة وحسن استماعكم. إننا استفدنا كثيرا من بحوثكم القيمة واقتراحاتكم، ونرجو وندعو الله تعالى سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الندوة نهضة في مجال تدريس اللغة العربية في المستقبل إن شاء الله. وإليكم هذا البيت باللغة الفارسية: بپایا آمدی دفتر حکایت ہم چنا باقی بسد دفتر نشایت گفت حسب الحال مشتاقی. شکرا لکم. شکرا دکتورا ثمینا تابش لهذا التقديم الرائع لتقرير هذه الندوة. الآن التمس من الأستاذ الدكتور عبيد الرحمن ليقدم انطباعاته حول هذه الندوة، حيث جرت مناقشات و شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاكر لمنظم هذه الندوة، وأخص بالذكر الدكتور عبد المعيز و دكتورة سمينة وزملائهم. وبالنسبة للانطباعات حول هذه الندوة، فأنا أعتقد بأن الندوة ناجحة 100%، وهناك أشد حاجة إلى ترجمة التي نحن كنا ندرس خلال هذه الفترات أو الجلسات السابقة الماضية. وأهم شيء من كل هذا أنه ينبغي لنا أن نعيد النظر في طرق تدريس اللغة، وكذلك إجراء تعديلات على المواد الدراسية، وكذلك إدخال بعض المواد الدراسية الجديدة كما هو معتاد أو هو معمول به في تدريس اللغات الأجنبية. وهذا كل ما كنت أتمنى أن أقول، ومرة أخرى أكرر شكري وامتناني لمنظم هذه الندوة. والله إنني شعرت يعني بأنني جئت إلى مكان جميل جدا جدا، وأرجو أن أعود مرة أخرى لحسن ضيافتكم وحسن إقامتكم وكل شيء ما وفرتم لنا. فجزاكم الله، جزاكم الله شكرا. الآن التمس من الأستاذ الدكتور ولي اختر الندوي، فليتفضل مشكورا ويقدم انطباعاته حول هذه الندوة. فليتفضل مشكورا. رئيس هذه الحفلة النهائية الختامية الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شريف، ومنسق هذه الجلسة أخاذ فاضل الدكتور عبد القدوس، والأساتذة الجالسين على المنصة وأساتذة الآخرين الجالسين أمامنا والمشاركين والمشاركات والطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذي بدء أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى القائمين
في على قسم اللغة العربية وأخص بذكر خان الفاضل الدكتور عبد المعز الذي وجه لنا الدعوة للحضور في هذه الندوة الوطنية التي أقامها قسم العربي بهذه الجامعة للمرة الأولى، فله الشكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة. كما أنا أهنئه وأهنئ الأساتذة والأساتذة في قسم اللغة العربية على قيامهم بعقد مثل هذه الندوة المباركة خلال بضعة عشر سنة من قيام قسم اللغة العربية بهذه الجامعة، فهذه فرصة سعيدة أن نهنئهم على نجاحهم الباهر، حيث استمعنا في هذه في الجلسات الأكاديمية المختلفة لهذه الندوة إلى مداخلات ومقالات ومحاضرات مختلفة، وتمتعنا بها واستفدنا بها وزادت معلوماتنا وتولوت نشأت أماني وأحلام كثيرة يمكن أبني عليها بعض العماير الفكرية في المستقبل، ونقدم شيئا جديدا لطلبة الأعزاء للنهوض باللغة العربية في بلادنا. كما أني أيضا أشكر القائمين على القسم على الضيافة العربية الحيدرابادية التي تمتعنا بها خلال هذين اليومين السعيدين، وكم كنا نتمنى أن تدوم هذه الأيام، ويبدو لنا أنها كانت صويعات قضيناها وقد انقضت بسرعة مثل سرعة القطار، وكنا نتمنى أن تدوم هذه الساعات حتى نتمتع بلقاء أخينا. وأذكر لكم أن حينما أخ الفاضل عبد المعيد حينما أصبح أستاذ المحاضر عندنا في قسم اللغة العربية بجامعة دهلي، كان هو وأخ عبد القدوس وأنا أيضا ثالوثا في قسم